السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هفصل لكم النهاردة تفسير ورؤية الأخطبوط في المنام، ونبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. من رأى في المنام أن زوجته أعدت له أخطبوط فهذه الرؤية تدل على أن زوجته ستكون حامل قريبا. رؤية الأخطبوط وكان بالتدريج حجمه يزيد في المنام دلالة على أن ممتلكات الحالم ستزداد، وللفقير تدل على أنه سيصبح غنيا وستحل جميع مشاكله، والمسجون تدل على الإفراج عنه وزوال غمه. قتل الأخطبوط في المنام وكان رجل متزوج إشارة إلى انتصاره على أعدائه والتخلص من منافسيه في العمل. وإذا كان الرأي مريض ورأى في منامه أخطبوط فالرؤية دلالة على الشفاء التام للحالم. الأخطبوط أيضا في منام العزباء، من رأت في منامها الأخطبوط وكانت عزباء فتدل رؤيتها على الخير وإن شخصيتها قوية ويدل على ذكائها وسيطرتها. أما من رأت في المنام إن هناك أخطبوط يطاردها في كل مكان فهذه الرؤية شر وتدل على وجود أشخاص يغارون منها ويقللون من إرادتها وعزيمتها. أما من رأت في منامها أخطبوط ولونه أسود وكان يهاجمها دلت الرؤية على وجود حاقدين ومقربين لكن لا يحبون الخير لها. يجب عليها أخذ الحذر من رؤيتها، لذلك عليها أن تنتبه في طريقها ولا تهتم لهم. ومن رأت في منامها أخطبوط لونه أبيض أو لونه رمادي فهذه الرؤية تدل على وجود شخص طيب وخلق حسن يقترب منها ويتمنى أن يرتبط بها. الأخطبوط في منام المرأة المتزوجة خير ورزق للمتزوجة، فمن رأت في منامها أخطبوط فهذه الرؤية تدل على أنها تعيش في رفاهية وترابط أسري مع زوجها ولا يوجد بينهم أي خلافات بسبب قدرتها على إدارة الأمور وفقا لما يقوم به الأخطبوط في الواقع. ومن رأت في منامها الأخطبوط وكانت في مشاكل عائلية أو زوجية فهذه الرؤية تدل على أنها قوية وقادرة على حل المشكلات. أما الأخطبوط في منام الحامل يدل على البركة في بيتها وستكون ولادتها متيسرة، وقد يدل على ولادة طفلة أنثى جميلة وسوف تكون ذو مكانة عالية في المستقبل. والأخطبوط بمثابة أزرع، وهذا الرقم يدل على الشفاء من الأمراض النادرة والإسقام. كما يدل رؤية الأخطبوط الأحمر في المنام على قرب موعد الولادة لمن هي في الشهور الأخيرة. ومن كانت حامل ورأت في منامها أنها تأكل لحم الأخطبوط فهذا يدل على سعادة وثروة كبيرة في انتظارها. أما الأخطبوط في منام الرجل دلالة على الصبر والأخلاق الحسنى والتمسك بالمبادئ في الحياة. ومن كان متزوج ورأى أخطبوط فإنه يتخلص من خير وانتصار للرأي على عدوه. ورؤية الأخطبوط في المنام الرجل دلالة على الترابط الأسري وحب الزوج لزوجته وبشرى إلى حمل زوجته التي لا تنجب. ودي تكون نهاية حلقة النهاردة عن تفسير ورؤية الأخطبوط في المنام. أتمنى الحلقة تنال إعجابكم وتكونوا استفدتوا منها، وأتمنى تدعموني باللايك والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة